السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع مجموعة الراصد لصد الشبهات وردها. في هذه الحلقة تلك القناة الفاسدة جاءت بشبهة، شلون راح أرد على هذه الشبهة؟ تابعونا في نهج البلاغة فضل. عشان بس يبقى كتابهم. الإمام علي قال وما أنا بفوق أن أخطئ. نعم، مش كده؟ يعني طيب، هم بيقولوا أنه معصوم وعنده كل العلم، حد معصوم وعنده كل العلم ويخطئ؟ هو قال وما هو أنا بفوق أن أخطئ، هو بشر يصيب ويخطئ. طيب، هل فعلا الإمام عليه السلام يخطئ ونسب إلى نفسه الخطأ كما ادعى هذا الشخص؟ خلونا نروح إلى كتاب نهج البلاغة ونقرأ الكلام كامل من غير تلاعب أو بتر. في نهج البلاغة صفحة 454 يقول الإمام: فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني. فلاحظ، هو قرأ بفوق أن أخطئ لكن بتر ما قبل هذه الجملة وما بعدها، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، وبتر أيضا ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني. إذن ما قرأناه من نهج البلاغة ليس فيه أن الإمام عليه السلام غير معصوم. وخلونا نروح إلى أحد علماء الشيعة يشرح هذه العبارة بكل بساطة، وهو الشيخ المجلسي رضوان الله عليه. طبعا هذا الشخص بتر كلمة بنفسي من الرواية، لكن إذا رجعنا إلى شرح العلامة المجلسي وقرينا شرحه راح نعرف لماذا هذا الشخص بتر ودلس في الرواية. في كتاب بحار الأنوار المجلد 17 صفحة 422 قال رحمه الله: قوله عليه السلام بفوق أن أخطئ، هذا باب الانقطاع إلى الله والتواضع الباعث لهم على الانبساط معه بقول الحق، وعد نفسه من المقصرين في مقام العبودية، والإقرار بأن عصمته من نعمه تعالى عليه، وليس اعترافا بعدم العصمة كما توهم، بل ليست العصمة إلا ذلك، فإنما هي أن يعصم الله العبد عن ارتكاب المعاصي، وقد أشار عليه السلام إليه بقوله إلا أن يكفي الله، وهذا مثل قول يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إذا تبين لكل منصف وعاقل أن هذا الشخص بتر ودلس في الرواية حتى يحرف معناها. بعد أن شرح العلامة المجلسي رضوان الله عليه هذه الرواية، جاء بالآية من سورة يوسف عليه السلام وفسرها بما ينسجم مع الرواية. هناك عالم آخر من علماء السنة الكبار وهو مفسر معروف إمام البغوي، كذلك فسر هذه الآية كما فسرها العلامة المجلسي. هل تدل على معصية يوسف عليه السلام أم لا؟ خلونا نشوف تفسير البغوي صفحة 649 و650. في تفسير قوله وما أبرئ نفسي، يقول البغوي: من الخطأ والزلل فأزكيها، إن النفس لأمارة بالسوء بالمعصية إلا ما رحم ربي، أي إلا من رحم ربي فعصمه. إذا تبين الآن أن هذه القناة تتلاعب بعقول الناس وتدلس وتكذب عليهم. إلى هنا أعزائي انتهت هذه الحلقة، وانتظرونا إن شاء الله في حلقات قادمة، وإلى ذلك الحين عطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.